تحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور ظافر السرايرة، أقام مركز الملكة رانيا العبدالله للدراسات التربوية والنفسية في 16 من الشهر الجاري ندوة بعنوان الأسس النفسية لاختيار شريك الحياة المناسب. وتأتي الندوة بهذا العنوان نظرا لتزايد حالات الطلاق المسجلة في محافظة الكرك. تأتي هذه الندوة كحاجة مجتمعية، وهو أسلوب يعني انتهجته جامعة مؤتة في خدمة المجتمع المحلي، حيث تنتشر حالات الطلاق في الأردن وتبلغ النسبة حوالي ثلث حالات الزواج، مما يستدعي ضرورة التوعية بالأبعاد النفسية للاختيار السوي لشريك الحياة. تضمنت محاور الندوة موضوع سيكولوجية الحب وموضوع الأبعاد النفسية لاختيار شريك الحياة، إضافة إلى الآثار النفسية للطلاق والعنف الأسري وكيفية تعامل قسم حماية الأسرة في محافظة الكرك مع حالات العنف الأسري. ونكرر الدعوة من هنا إلى ضرورة وجود برامج إرشادية وتوعوية قبل الزواج حتى تمثل جانب وقائي ومعرفي يساعد في فهم الطرف الآخر ويقلل من انتشار حالات الطلاق والعنف، لأن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. من أبرز الحالات اللي تيجينا العيادات من حيث الإساءة، الإساءة النفسية بيكون دائما مرافق للإساءة حالات الاكتئاب وحالات القلق. طبعا كمعالجين نفسيين احنا بنشتغل معهم من خلال الجلسات النفسية، بنعمل على تعديل الأفكار وتعديل المزاج عند الإنسان وعند الحالات المسائلة سواء كان أطفال أو نساء. طبعا من أبرز الإساءات اللي يتم مراجعتنا الإساءات الجنسية أو الإساءات اللفظية أو البدنية بشكل عام. أغلب الحالات اللي بتراجعنا حاليا بالأردن غالبا بتكون إساءات لفظية أكثر بكثير، وإحنا أحيانا الكلمة هي بتجرح أكثر من الضرب، فبتلاقي الحالات اللي بيكون فيها الإساءات اللفظية هي أعلى بكثير من الحالات الموجودة من ناحية الضرب أو غيره وغيرته. وهناك جهات يعني بالبلد والحمد لله اللي هي مثل اتحاد المرأة، مثل مكاتب حقوق الإنسان، مثل جمع الأمن العام في حماية العنف الأسري، كل هذه الجهات والحمد لله متعاونين إلى أبعد الحدود في الحد من هذه الظاهرة. يذكر أن دراسة دائرة قاضي القضاء الصادرة في أيار الماضي أظهرت انخفاضا في حالات الطلاق على مدى 3 سنوات متتالية، حيث سجلت عدد حالات الطلاق لعام 2017 وبغض النظر عن سنة الزواج 25,442 حالة.